عوده لي 10 الصبح في الاهلي. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. تعالوا بقى نتكلم لان عندنا كلام كتير الحقيقه حابين نتكلم فيه عن النادي الاهلي، خصوصا وانه خلاص جدول مسابقه الدوري يعني انتظم بالفعل، وعندنا النهارده ماتش مهم جدا قدام سموحه. هنتكلم في كل هذه التفاصيل مع ضيفي العزيز اللي منورنا ومشرفنا في حلقتنا النهارده، كابتن عادل طعيمه نجم النادي الاهلي السابق. يا صباح الخيرات على حضرتك. أهلا كريم. بنسعد وبنتشرف بوجودك معانا. انا اللي بتشرف ولا كريم. يا رب يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام زي الفل والله الحمد لله. يا رب دايما في احسن صحه واحسن حال. طيب استاذنك نبتدي باخر ماتشين ورؤيتك لاخر ماتشين. احنا يعني عندنا تعادل مع فيوتشر وفوز على فاركو، فوز في الثواني الاخيره بس في الاخر نتج عنه حصد الثلاث نقاط الغاليه. كيف رايت المباراتين دول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بدايه طبعا انت عارف الموسم برضو اللي احنا موجودين فيه في عمليه ضغط قويه جدا، وبعتقد انه النادي الوحيد ولله الحمد اللي ماشي متصدر الدوري النادي الاهلي. احيانا بيبقى فيه صعود وهبوط وخاصه في بدايه الدوري، بتبقى لسه لياقه المباريات لسه ما هياش كامله. الحاجة الثانية برضو بيبقى فيه عملية التدوير ممكن تكون متسارعة، وممكن الإصابات بتأثر معاك تأثير كبير، وخاصة لما بيكون في مراكز مهمة زي قلبي الدفاع، باك رايت، فيرويد، حد من على الأطراف من القوام الرئيسي للفريق. المدير الفني بيحاول إن هو يعمل عملية تدوير عشان ما يبقاش فيه إجهاد زي المواسم اللي فاتت. بيحاول يعرف رؤية عن كل لعيب، يعني هو لحد دلوقتي لسه بيجرب بالنسبة لرؤوس الحربة، بيدي لكل واحد فترات بحيث ان هو يشوف كل واحد ميزاته ايه، وما بيلجأش ان هو بالسمع، لا هو عايز يشوف بنفسه حسام حسن فين، شادي بيلعب فين وفين. يعني الماتش اللي فات قال لك انا شريف، انا شفت ان شريف بيلعب على الطرف كويس قوي، ولما بيضم بيبقى مؤثر وخطير، وزي ما شفنا الجول اللي جابه الماتش اللي فات كان فين؟ ما كانش على الطرف، كان راس حرب. مظبوط. فهو في الفتره ديت اعتقد انه عمليه تثبيت التشكيل برضه هتبقى مؤثره جدا، وخاصه في المباراه اللي جايه، ويبقى في ثبات بعد الصفقات الشتويه باذن الله تعالى اللي النادي هيعمل بيها الدعم. هيبقى برضه في نوع من المنافسه الشديده، بحيث انه يبقى برضه كل واحد عارف انه المركز ده بتاعي ما هواش الا اذا اجتهدت وتعبت وحسيت ان انا تيشيرت نادي الاهلي، التيشيرت ده كبير جدا طبعا وعظيم جدا، وبالتالي لما يكون في المنافسه ديت، الى جانب ان اولادنا الحقيقه يعني بقالهم سنتين ثلاثه ما بياخدوش فترات راحه خالص الا بقى يعني الموسم ده بس اللي يعني خدوا 20 25 يوم، انما ان شاء الله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ثم بولادنا ورجالتنا اللي هم بيمثلوا النادي الاهلي راجعين ان شاء الله. ان شاء الله. يعني على ذكر تيشيرت النادي الاهلي، وحضرتك خير من ارتدى، يعني او من خير من ارتدى تيشيرت النادي الاهلي لسنين طويله. الواحد ما بيبقاش فاهم هي التيشيرت دي، يعني هنتخيل كده بشكل مجازي ان في كفتين للميزان، كفه منهم فيها تشريف كبير، شرف كبير اكيد لاي لاعب انه يلبس تيشيرت النادي الاهلي، والكفه الثانيه فيها مسؤوليه فظيعه. كفه مين الارجح، ولا هي متوازنه ولا ايه؟ متوازنه، لانه زي ما حضرتك عارف وجمهورنا كله تقريبا عارف، وحتى الاجيال الصاعده عرفت كده، ان النادي الاهلي اصلا ما كانش كره قدم في البدايه. كان نادي وطني، جاء ايام الاحتلال الانجليزي وما كانش فيه كوره لحد حاجه 48 او يعني الدوري بدا في 48 او كده يعني، انما قبل كده كان بيبقى فيه حاجات بطولات كده مش عارف السلطان ايه والحاجات كده. أيوة. ايه يعني فالنادي الوطني ده وحتى الشعار بتاعه لون الدم، ففي مسؤوليه. الى جانب انه النادي وطني والشعب المصري كله التف حوالين هذا النادي، بيخلي فيه جماهير عظيمه جدا وكبيره جدا، فده اللي بيديك المسؤوليه. انت بتمشي في الشارع طبعا، بتروح اي مكان، بتفتح تلفزيون، بتفتح راديو، بتقرا جريده، بتلاقي جماهيرك دي متابعاك متابعه قويه جدا. صحيح. فالى جانب الوطنيه دي في الشعبيه الكبيره جدا، مش في مصر بس، في مصر وغير مصر. صحيح. فالمسؤوليتين زي ما حضرتك تفضلت، الجانب الوطني الى جانب المسؤوليه الكبيره انك انت بتسعد ملايين البشر
فدي طبعا كلها الى جانب انها مسؤوليه محببه، لانك انت لو بتحب هذا التيشيرت وعارف قيمته هتبذل كل جهد وهتبعد عن اي مؤثرات انها تاثر عليك بره الملعب، من سهر، من كذا، من الحاجات اللي هي ممكن تاثر على اللاعب. الفتره اللي انت بتلعبها بتبقى حريص جدا انك انت تبقى واقف مع نفسك وقفه انسان يعرف يقدر المسؤوليه. وبالتالي احنا شفنا على مدى تاريخ النادي الاهلي كل الاجيال الا ما نظر لما بيكون واحد ولا اثنين وما بيستمرش، حالات استثنائيه طبعا وما بيستمرش، لكن هتلاقي على مدار تاريخ النادي الاهلي كل الاجيال اللي طالعه كانت فيها المسؤوليه ديت، وعارفين يعني ايه ان انا بسعد الجمهور، وان انا الى جانب ان انا بسعد الجمهور في حاجه برضو بتبقى يعني الواحد ممكن انه يتكلم فيها، وهي انك بترضي ربنا وانت بتتقن عملك. اكيد طبعا طبعا، فده عملك طبعا، فالعمل ده انا بتقنه علشان ولادي، وانا باخد الدخل طبعا بيبقى قرش حلال بدخله صحيح بيتي. لا، وربنا سبحانه وتعالى امرنا بالاتقان في العمل طبعا طبعا، الرسول ده مش تفضل مننا وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام طبعا. اذا عمل احدكم عمل يتقنه، فانا بتقن عملي، واتقان العمل هو الاحتراف من 1400 سنه ان انا اتقن العمل، اي عمل انا بعمله. طب ده بالنسبه لتيشيرت النادي الاهلي، اخد حضرتك بقى لجماهير النادي الاهلي، وبرده عايز اعرف في رؤيه حضرتك وطبقا لخبراتك السابقه الى اي درجه اللي انا هقوله لك ده بيشكل عبء على اللاعب. انت عندك جماهير ملهاش اول من اخر، ومش بس موجوده في مصر، ده في مصر وفي دول الخليج، والمصريين المغتربين في كل مكان في العالم كلهم على قلب رجل واحد في محبه النادي الاهلي. جماهير ليها طبيعه خاصه بل وشديده الخصوصيه، فكره ان الخساره غير وارده، يعني دي لوحدها، ما دي برضو ممكن بتعمل عبء كبير. يعني فكره ان النادي الاهلي بيشارك في اي بطوله ايا كانت ايه هي البطوله دي، بالنسبه لجماهير النادي الاهلي مش وارد غير ان الاهلي طالما شارك في البطوله يبقى ياخدها. مفيش حاجه اسمها تمثيل مشرف، مفيش حاجه اسمها مركز تاني، حتى لما بياخدها وبيحقق المركز الاول وبياخد الدرع والبطوله نيجي نفرح ويقول لك لا مفيش، اقلب الصفحه، الله طب سيبونا نفرح ما بنلحقش. الجماهير دي ليها طبيعه خاصه جدا، الى اي درجه هذه الطبيعه الخاصه ممكن تشكل ضغط على اللعيبه؟ اولا ده كرم وفضل من ربنا ادى للنادي الاهلي ان جماهيره فيها الميزه ديت. الميزه دي مهمه جدا، ان انت دايما تبقى في المقدمه. إذا رضيت إن أنت تبقى نمرة اثنين أو نمرة ثلاثة عمرك ما تاخد كل الكامل من البطولات. أكيد. أنت في مصر في أفريقيا وبتنافس ريال مدريد وبرشلونة أيوة في عدد البطولات. أيوة. ده جه من إيه؟ فضل ربنا، ثم جماهيرك اللي هي لا تقبل زي ما حضرتك تفضلت، لا تقبل المركز الثاني. وبالتالي العبء اللي واقع على اللعيبة أو الجهد اللي المفروض يبذلوه ده ناتج ان الجماهير دي دايما بتعمل عمليه الشحن. احيانا كريم بيبقى فيه نوع، ما احناش برضه كام لعيب كانوا ما بقناش راضيين على الاداء لانه ما تعودوش طبعا لفتره كبيره جدا بنلعب من غير جماهير. طبعا الاجيال اللي قبل كده كنت بتنزل المباراه بتلاقي 100,000 80,000، فطبعا كل كوره طالعه من رجليك فيها استحسان، فيها دفعه. احنا شفنا متعب لما جاب الجول في الكونفدراليه في الدقيقه 96، شفنا الجماهير عملت ايه وجماهير كانت لحد الدقيقه 96 بتقول يا رب يا رب صحيح يا رب صحيح. عن ورثوا فضل ربنا ان ربنا معاهم في 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 تشجيعهم لفرقتهم وانتمائهم لهذا النادي. وبالتالي الخاصيه دي ربنا اداها لنا، على فكره مش موجوده في اي نادي على مستوى العالم. وان وجدت مش هتلاقيها بالكيفيه دي، استحاله مش هتبقى بالكم ده يعني. لذلك انت اكبر نادي واخد بطولات، 144 بطوله على مستوى العالم، بطولات في كل المراحل في الكوره، وبالتالي دي مش موجوده في اي نادي. انت نمره واحد وبتنافس ريال مدريد اللي ميزانيته مليارات وبرشلونه وفي انديه في اوروبا انت افضل منها، سواء في عدد المباريات، في عدد البطولات، في عدد المراكز اللي انت اخذتها. ده كله ناتج فضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم الادارات اللي بتيجي، اللعيبه اللي بتيجي، وقبل ده وده الجمهور ربنا سبحانه وتعالى اللي سخره ان بيجعلك دايما في الحته دي. بيبقى ناقص ان انت بس المدرجات لو اتملت هيبقى كل لعيب وهو نازل عارف طبعا ان في جمهور، في دينامو قاعد في المدرج هيشغله كويس، فرن شغال طبعا عمال يشحن بحيث انك انت على طول تبقى في المقدمه. في ناس وقفت
في ماتش الاهلي وفاركو في ناس وقفت عند تفصيله اصرار كولر على مشاركه قفشه اساسي طوال احداث المباراه بالرغم ان هو متعرض في الوقت ده لعقوبه ماليه. فحضرتك وقفت عند التفصيله دي ولا ده شان مختلف حته ان هو معاقب ماليا ملوش علاقه باشراكه من عدمه؟ والله برضو في النادي الاهلي بحكم ان هو مؤسسه رياضيه فبيبقى فيه لوائح. اللائحه بتقول ان اللعيب لو خالف ممكن ان انا اعمل خصم مالي او ان انا اوقفه ويبقى فيه خصم مالي. اللائحه طبعا انا مش مطلع عليها لكن اذا اللائحه بتقول ان في خصم مالي وبالتالي يبقى لا تعني الايقاف لا تعني في قرار بايقاف لاي سبب اكيد ما كانش هيبقى في مشاركه. العقاب من اللاعب هيبقى عن طريق حاجات اخرى يعني لان طبعا ما فيش مشكله ابدا ان انا بعاقبه العقاب المالي الكبير وفي نفس الوقت انا ما بخسروش 100% وفي نفس الوقت دي وجهه نظر مدير فني. لو انا كنت هعمل حاجه عكس يعني كنت هعمل حاجه عكسيه فطبعا لانه في النادي الاهلي دايما بنبقى دايما ملتزمين بآراء المدير الفني وبتعليماته وبتاريخ النادي انه القرارات دي بتبقى ما فيش حد بيتجاوزها. على ذكر المدير الفني برضو يعني فكره ان كان في ردود افعال يعني هنقول فيها شيء من الحده او الحسم لمارسيل كولر مع لعيبه النادي الاهلي بعد الماتشين بتوع فيوتشر وفاركو، الى اي درجه وقفته دي اللي هو عملها كانت مفيده وكانت حافز وكانت دافع للعيب؟ والله المفروض انا بشد على ايديه لان انا من الراجل ده من ساعه ما جه وانا بشيد بيه اشاده كامله لانه الحقيقه عمل حاجات جيده جدا والبدايه كانت رائعه جدا ولا زالت ولله الحمد لحد النهارده. احنا ما خسرناش غير النقطتين في ماتش تعادل وكنا كلنا شفنا الجانب التحكيمي وصل لمرحله يعني ده احنا جايين له ده الجانب التحكيمي جايين له في الكلام. فطبعا الوقفه ديت ان من الملعب على ما روحوش فطبعا الحته دي بتبقى مهمه جدا. المدير الفني لما يكون متعود باستمرار بيشجع 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 مش هينفع لازم برضو يبقى فيه نوع من الشده مع زي الاب. يعني اللحظات دي بتكون مطلوبه في علاقه المدير الفني بالفريق. انا مش بتكلم بقى عن الاهلي بتكلم بشكل عام يعني فكره زي ما حضرتك تفضلت كده بعد نهايه الماتش انسوا بقى ان تروحوا على عربياتكم وتروحوا لا كله على الاتوبيس كله على النادي وقاعده. يعني بتبقى مطلوبه الحاجات دي احيانا دي صح؟ دي مش احيانا دي لازم تبقى مطلوبه. ده احنا بنوصل في مرحله لما بتبقى انت مدير فني وانت مكلف ال 11 لاعب اللي في المباراه كل واحد وظايفه في المحاضرة انت هتعمل 1 2 3 4 في المكافآت انت كسبت المباراة وكسبتها 3 4 طيب وبعدين طيب عادل النهاردة ما قداش الواجب بتاعه انا مديله تكليفات هتعمل كده في الدفاع وهتعمل كده في الهجوم يروح عشان ياخد المكافأة يلاقي المكافأة بتاعته مش موجودة على الرغم ان انت كسبان. ليه يا كابتن انت ما عملتش انا مش واخد مكافئتي ليه؟ طيب تعالى بقى في الاوضه كده مش قدام اللعيبه ولا حاجه انت النهارده انا في المحاضره انا قلت لك تعمل ايه هتمسك فلان هتدافع بالطريقه الفلانيه هتهاجم بالطريقه الفلانيه على الطرف بتروح هنا في العمق هتعمل كده هتضغط من هنا انت عملت الكلام ده ما عملتهوش يبقى مالكش مكافاه. الماتش اللي جاي اذا الواجبات بتاعتك اديتها المكافأة بتاعتك هترجع لك كده اللعيب الماتش اللي جاي ينزل ياكل النجيل بالمعنى الحرفي وده اللي احنا مبقاش اي في اي فرصه تراخي وده اللي احنا بنعمله في النادي الاهلي على مدى تاريخه. كان تبقى انت كسبان 3 4 وفي لعيب منفرد بالجول وعايز يعمل مثلا حاجه عايز ياخد لقطه معينه يعمل حاجه زياده فيطلع يلاقي عليه خصم. ليه؟ لانك انت عملت حاجه احنا ما هياش مطلوبه ده في القطاع الناشئين وفي الفريق الاول وفي حلو عشان يتاسسوا على ده من الاول من البدايه. امال ايه يبقى عارف ان في التزام انا النهارده هضغط بالطريقه الفلانيه لو انا ما ضغطتش بالطريقه الفلانيه للمدير الفني طالبها مني طب حصل خلل. انت ما ضغطتش واعتمدت على غيرك طب غيرك هيضغط على اثنين ازاي؟ صحيح منطقي جدا. فعلى طول يحصل نوع من الخلل ويبقى الجانب الدفاعي عندك فيه خلل وبالتالي الهجمه تطلع عليك بشكل في خطورة عليك. صحيح. طيب أنا هستأذن حضرتك إن احنا نطلع فاصل سريع جدا ونرجع نكمل دردشتنا دي. اتفضل.
يا اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع كابتن عادل طعيمه اللي منورنا في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وعشان الوقت ما يسرقناش خلونا ندخل على طول بقى على ماتش النهارده، وهو لقاء مهم. واحنا الحقيقه بقى لنا فتره بنقول ان خلاص من هنا ورايح كل اللقاءات اللي جايه مهمه، ايا كان مين المنافس، ايا كانت البطوله حتى اللي بنشارك فيها، كل الماتشات مهمه وما عندناش فيما يتعلق بالدوري مساحه لاي نزيف للنقاط. ماتش مهم وفريق محترم بقياده طبعا كابتن طارق العشري، حضرتك متوقع ايه للقاء ده؟ شايف ايه؟ هل في امور معينه مطمناك او على العكس في امور معينه مخوفاك؟ لا، الخوف لازم يبقى موجود، بس خوف ايجابي. الخوف الايجابي ان انا في خوف ايجابي وخوف سلبي عشان نوضح للناس. الخوف السلبي ان انا ابقى بطني تبقى وجعاني وحاجات كده وابقى مش مركز، انما الخوف الايجابي ان انا عامل حساب وبقدر المنافس اللي انا هلعب له. وبالتالي الخوف ده بيدفعني ان ابذل اقصى جهد عندي. نادي سموحه في مقابلته النهارده بعد المباراتين اللي فاتوا، احنا كسبنا المباراتين اللي فاتوا، لعبنا فترات كتيره كانت فترات كويسه جدا، وفي فترات حصل فيها نوع من الهبوط، وجي فينا جول سهل جدا في الماتش اللي فات نتيجه عدم التركيز وعدم الضغط على الراجل وهو بيشوط والاخر. الاخطاء دي الراجل صمم ان هو من الملعب على النادي الاهلي، من الاستاد على النادي الاهلي علشان يقول لهم الاخطاء ديت. بعد الماتشين اللي فاتوا دول الجمهور كان ليه رد فعل اعتقد انها وصلت لبعض اللاعبين، لان في ناس بتادي طبعا واللعيبه كلها عايزه تادي الاداء الممتاز يعني. فكل واحد النهارده ان شاء الله باذن الله بتوفيق ربنا ثم بولادنا ورجالتنا وجنودنا الابطال، جنود النادي الاهلي الابطال، ان شاء الله النهارده يادوا اداء رائع ويبقوا عارفين ان المباراه ديت وكل المباريات ما فيش مباراه سهله ومباراه مش سهلة. كل مباريات النادي الأهلي بتوصلك، أنا بمثلها بالدرجات، كل درجة إن النهاردة في الأسبوع الثامن في درجة، التاسع، العاشر والآخر، لحد ما بوصل للبطولة ببقى واصل للدرجة 34 اللي هي بتوصلني إن أنا أحصل على بطولة الدوري. النهاردة أنا في الدور الثامن، خلصت الثامن داخل في التاسع، الدرجة دي لازم أتعب وأشيل جسمي كده بكل قوتي عشان اطلع للدرجه اللي بعديها علشان اوصل ان انا اخد البطوله اللي غايبه عني بقالها سنتين. عمليه الشحن وعمليه الاداء والالتزام الواجبات والقياده في الملعب يا كريم مهمه جدا. طبعا طبعا القياده، انا عايز عايز اسمع صوت الشناوي واسمع صوت عمرو السوليه وحمدي فتحي وحسام حسن وشادي يبقى كلهم كده في كلام مع بعض، وعلي معلول يبقى في كده عمليه ان لما الاقي زميلي يعني سخنان انا كمان حسن. انا شفت الكلام ده مع علي معلول في ماتش الزمالك اللي كسبناه 5. ايوه طبعا، لقيته بيكلم قفشه وبيكلم فلان. لازم الماتش مش سكوت، لا ده مصير نادي وبطوله معززه علينا، وفي ملايين بقى يعني مشاعرها مرهونه باللي انتوا هتعملوه في الماتش. اللي عملته الاداره واللي عمله الجهاز الفني واللي عمله اللعيبه والقبل ده وده توفيق ربنا، انت داخل على ميزانيه ولله الحمد ما حصلتش في تاريخ اي نادي في مصر ولا في افريقيا. الميزانيه دي رهيبه جدا، مين اللي جابها؟ فضل ربنا ثم الاداره ثم اللعيبه والجهاز الفني والكيان ده كله مع الجماهير. القيمه التسويقيه بتاعتك شوف بتوصل لفين، صحيح، والايرادات بتوصل لفين. فطبعا كل مباراه انت بتلعبها بتزود رصيدك. اعتقد النهارده سموحه هيقفلوا خطوطهم ويعتمدوا بالكامل على الهجمات المرتده، ولا بالعكس هيبقى في لعب مفتوح من اول اللقاء؟ والله هو طبعا طارق بيقعد يدرس النادي الاهلي ويشوف مين اللي هيبدا ويتوقع. وعلى فكره بيبقى في احيانا المدير الفني بيبعت ناس يتفرجوا على التدريبات والحاجات كده، لكن كولر من ساعه ما جه منع الفرجه على بحيث ما حدش يبص على التدريب بتاعك. فأنا بعتقد أنه طريقته ما بيغيرهاش، لكن في بعض الفترات ممكن هو يحاول يضغط عليك بحيث أنك أنت ما بتبديش الهجمة، لكن ما فيش شك أنه هيبقى بيدافع وبيستغل الهجمات المرتدة. هو عنده نقطة قوة، أنا يعني بأناشد الناس كلها والجهاز الفني، الراجل اللي بيلعب على الطرف الشمال راجل أفريقي مراوغ بيشق لجوه
وبعدين ما بيشوطش، بيموه انه هيشوط ويروح معدي، يموه انه هيشوط ويروح معدي وبعدين بيشوط. هو الهداف تقريبا بتاعهم بتاع الفرقه. عنده سرعه، عنده المهاره ديت، وبعدين حتى لو وصل بيروح عاملها لراس الحربه. نقطه القوه عندهم هي الجانب ده، الناحيه اليمين ما هياش مؤثره زي الناحيه الشمال اللي فيها الراجل ده. في وسط الملعب طبعا بيبقى فيه كثافه، في وسط في الخط الظهر وحراسه المرمى ان شاء الله هيكون لنا الغلبه. وعمليه الاطراف مع اختيار المدير الفني لراس الحرب، اذا انت هتلعب على الاطراف لابد يبقى في راس حربه بيجيد ضربات الراس، صحيح، بحيث انك انت لما توصل يبقى ضربات الكرات العرضيه حد بيجيدها. في فترات اذا انت جبت جول والتاني طبعا هو هيبتدي يفتح، ممكن بقى تغير انزل بقى شريف او شادي، لان شريف وشادي بيلعبوا في مساحات. بس معنى كلام حضرتك ان انت يعني متوقع ان مستر كولر بقى في المقابل هيبتدي باداء هجومي من اللحظه الاولى. ما هو ده اساس النادي الاهلي، انت تلعب بتهاجم من اول دقيقه. ده احنا احيانا بيبقى انت مثلا الشوط الاولاني انت جايب جول، طيب وفضل مثلا الشوط الثاني فضل 3 4 دقائق او 5 دقائق، تبص تلاقي الراجل احيانا بيروح منزل تغييرات هجوميه. ايوه، انت كخايف تقول لك طب ما انا امن بقى ال 10 دقائق دي بحيث ان انا اخد الثلاثه بونت بتوعي. فالفكر الهجومي ده هو ده المهم، لكن برضه في نفس الوقت اللعيبه تبقى عارفه ان الجول بيجي في اي وقت، وما يعني ما يبقاش في نوع من اي انواع الاستهتار ان انا ممكن يجي فيها جول. لا، انا بامن مع زمايلي، والزميل اللي هلاقيه يعني مكسل تعالى يا عادل، تعالى يا فلان، تعالى معايا، بحيث ان احنا ما يبقاش في اي حاجه تروح للشناوي سهله. طبعا، بس انا بشكل عام والكلام ده مش مبني على يعني لقائنا بحضرتك النهارده، حتى من قبل كده كذا مره لامح كده ان في استحسان عام من حضرتك لمستر كولر، يعني في حاله من الارتياح ليه. يعني الراجل بيتقن عمله، وعمل جو محترم جدا في اللعيبه، وعمل لهم عمليه القياسات دي مهمه جدا، عمليه بصمه القدم، عمليه اليوم المفتوح، تصحيح الاخطاء، بيعمل الحاجات اللي كنا بنطلبها زمان، اليوم الكامل. طبعا كنا دايما بنطلب، فرق معانا بقالنا بقالنا 5 سنين بنقول اليوم الكامل ده مهم جدا. وبعدين التدريبات التخصصيه مهمه جدا. طبعا انا ناقصني عيب معين في التمرير في الاوفر، ايه المانع ان انا اجيب تعالى عادل كل يوم 50 كوره اعمل لي الواو، اعمل لي الموزه ديت او الواو. صحيح. يا فلان انت تسديد من 30 40 متر او 30 40 يارده، يفضل يشوط من جميع الزوايا، حارس المرمى يبقى فيه تدريبات تخصصيه، وهكذا. ان شاء الله خير، واللي جاي ان شاء الله كمان شاء خير الله. كلنا يعني اكيد راضيين ومرضيين الى حد بعيد للاداء العام حتى هذه اللحظه. ساعات بيبقى فيه شويه تحفظات في بعض الاحيان، بس الامر ما يخلاش يعني، لكن الحمد لله لغايه دلوقتي احنا ماشيين بشكل زي الفل، وان شاء الله اللي جاي احلى كمان. انا بشكر حضرتك على وجودك معانا، جزيل الشكر، نورتني. شكرا لحضرتك. وهنطلع فاصل سريع يا حضرات، ونرجع بقى عشان نستقبل الدكتوره دينا ابو سعود في تاني واخر فقراتنا الحواريه. خليكم معانا.